صباح الفل على حضراتكم، صباح جميل يا رب ان شاء الله مليان محبه ومليان سلام ومليان خير لكل الناس. بصبح عليكم وبستمر معاكم في حلقه جديده من صباح دريم، ان شاء الله يكون عندنا كل اللي يعجب حضراتكم. كل يوم افكركم بحاجات حلوه واحنا لسه مستمرين في شهر شعبان وداخلين على ايام رمضان، افكر حضراتكم بان احنا نكلم كل الناس اللي بنحبهم، بان احنا نخرج صدقات، بان احنا نتقرب الى الله زلفى، يعني كل اللي يكون عنده حاجه بسيطه ما يتخيلش انها بسيطه، الحاجه البسيطه دايما يمكن لما نعملها تبقى عند ربنا حاجه كبيره، كل ما تشوف حاجه صغيره قدامك ما تستصغروش عمل الخير، يعني لما تلاقوا حاجه صغيره انتوا تقولوا لا دي بسيطة دي عادية أي حد تاني ممكن يعملها، لا بادر أنت واعملها، اجري في عمل الخير، اسعى في عمل الخير، الخير دايما بيلف ويرجع لنا. اوعوا تشوفوا حاجة صغيرة، لما يكون قدامنا واحد محتاج مساعدة لو ساعدته ما تعرفش يمكن دي الحاجة اللي تنجيك، لو قدامك حد محتاج حاجة معينة وانت في ايدك منها اديله حتى لو حاجة بسيطة، اطعمه الطعام، يعني كل ما البني آدم يكون عنده القدرة أنه يطعم الناس اللي حواليه، نوفر أكل لأي حد محتاج، دي حاجة كويسة. وعلى فكرة حتى لو مش محتاج وانت بتعزم الناس في بيتك وبتستقبلهم وكريم معاهم وبتحط لهم أكل وبتعمل معاهم الواجب زي ما بنقول كده، دي حاجة فيها خير كبير عند ربنا. افشوا السلام طول الوقت، قول السلام عليكم. والمسلم أو المؤمن من سلم الناس من لسانه ويده، ومش لازم يكون المسلم، الإنسان المؤمن عامة، المؤمن بربنا، المؤمن بأنه لازم يكون خير، هو البني آدم اللي مش مؤذي، هو البني آدم اللي الناس ما بيتكلمش عن الناس أو ما بيأذيش الناس بإيده أو بأفعاله. أبواب الخير كتيرة ومفتوحة، اوعوا تستصغروا عمل الخير، حاولوا دايما تكونوا مبادرين بالخير وسباقين في الخيرات. أي حاجة صغيرة قدامكم اعملوها وما تقولوش دي حاجة صغيرة، لو في إيدك حاجة بسيطة وحد محتاجها اديها له. لو انت ماشي مش لازم تقيم الناس اللي حواليك وتقول ده محتاج او ده مش محتاج، طلع من اللي في جيبك ودي اللي حواليك، ويعني وزع نعم ربنا على الناس اللي حواليك، ربما تكون انت مجرد سبب في ان انت توصل حاجة لحد او ان انت توصل نعمة لشخص محتاجها او ان انت تكون سبب في قضاء حاجات الناس. واجبروا الخواطر ولو بالكلمة، جبر الخواطر دي حاجة عظيمة جدا عند ربنا، لما تلاقي حد عامل حاجة حلوة قول له تسلم ايدك، لما تلاقي حد لابس حاجه كويسه قول له الله شكلها حلو عليك، الكلمه الحلوه دي فيها جبر خاطر للناس اللي حواليك، ما تقعدوش تقطموا في الناس، ما تقعدوش تقولوا للناس اللي عليك ده مش حلو، على فكره انت تخنت، على فكره انت شكلك النهارده مش حلو، على فكره انت مش عارف ايه، تفضلوا تشيعوا الكلمه المحبطه والكلمه الجارحه نفسيا، انتوا تشوفوها مش حلوة او تشوفوها بسيطة لكن هي كلمة مش حلوة مزعجة للآخرين، ممكن ما يبينش للي حواليك او ما يبين لكش ان هو منزعج ويضحك لكن ممكن تجرحه. انتقوا ألفاظكم، اجبروا الخواطر، اطعموا الطعام، افشوا السلام، كل الحاجات الحلوة دي النهاردة بفكر حضراتكم بيها، لان ابواب الخير بسيطة وسهلة جدا لو خبطنا عليها بتفتح على طول، وان شاء الله الخير بيرجع لنا، مش لازم دلوقتي لكن بيرجع في حاجات كتير. بصبح عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله كل اللي جاي يكون احلى لينا ولحضراتكم.